الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هنتكلم عن إنتاج الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. نقدر نوصل لمجموعة كبيرة جدا من المواقع والأدوات اللي بتسمح لنا التعامل مع إنتاج وتعديل الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال موقع Future Tools اللي نقدر نحدد فيه هذه الاوبشن او هذه التصنيفات: الجنريت فيديو، فيديو اديتنج، تكست تو فيديو، وكمان بنختار ان هو يكون فري. وبعدين بننزل كده نلاقي هو بدا يحدد لنا مجموعه من المواقع نقدر نستخدمها بهذا الشكل. هنستعرض النهارده موقعين، الموقع الاول فيد نوز والموقع الثاني كانفا. فيما يتعلق بموقع فيد نوز، الموقع ده احنا بندخل عليه بشكل مجاني، بنعمل تسجيل دخول كما اعتدنا باستخدام بريد الجيميل، وبعدين بنبدأ نستعرض كده الموقع مع بعض. بنروح للتمبلت، هو مقسم التمبلتس دي لمجموعة من الكاتيجوريز او التصنيفات. احنا هنشوف ما يناسب اللي احنا محتاجينه. هنا عامل لنا توتوريال، عامل education، عامل festival، whatever بقى التصنيفات اللي هو مختار التمبلت متقسم عليها. احنا مثلا في تمبلت احنا كنا عملنا عليه تيست اسمه create website، خلينا كده نشوفه اللي هو ده how to make a website. انا لما بضغط على التمبلت كده اقدر استخدمه، يعني اقدر اعدل فيه. لو قلت له كده edit as my template بيبدا يفتح لي بقى الشاشه الخاصه بالتعديل على الفيديو واضافه المحتوى اللي انا محتاجه. عندي هنا اقدر اضيف كل هذه العناصر في الفيديو بتاعي، بدءا من الافاتار اللي هو الشخصيه الموجوده، تكست، شيب، باك جراوند وغيره. كل هذه المكونات اقدر استخدمها في السين بتاعي او المشاهد الموجوده معايا في لقطه الفيديو بالشكل ده. كمان مميز في هذا الموقع ان انا اقدر اكتب هنا مباشره يعني التكست باللغه العربيه وهيبدا يقراه بالصوت الخاص بالافاتار الموجود. طبعا النسخه المجانيه، يعني لو دخلنا على البرايسنج كده هنلاقي النسخه المجانيه بتسمح لنا دقيقه واحده بس ان احنا نعمل فيديو لمده دقيقه في اليوم، فاذا يعني نقدر نستفيد بيها ونستخدمها زي ما احنا عايزين. اقدر اعدل بقى زي ما انا عايز هنا على التكست، واقدر اعدل على الصور، واقدر اعدل على التكست اللي هنا ونبدا نقراه بشكل آلي. ممكن في اداه او موقع كويس جدا بيساعدنا في ان احنا نختار محتوى يكون مضبوط اللي هو مشكال. الموقع ده بيخليني اكتب كلام يعني مشكل يتم تشكيله، علشان هو وهو بيقرأه بالتشكيل بيكون يعني بشكل كويس. بعد ما بخلص الكلام ده بعمل سيف تمبلت وبعمل حفظ للفيديو ده عندي على الجهاز وبستخدمه. ده كده كان الموقع الاول اللي هو vidnews.com. الموقع الثاني وهو كانفا، احنا كنا استخدمناه من شويه في ما يتعلق بالصور، لكن لو فتحنا الكانفا كده وبعدين رحنا في الفيديوهات، صور الفيديوهات، عندنا في اداه خاصه بتعديل الفيديو باستخدام الكانفا النسخه المجانيه. لو ضغطت عليها كده بيبدا يجيب لي مجموعه من الادوات، محرر فيديو مجانا على الانترنت. لو ضغطت على تعديل الفيديو بيديني مساحه كبيره ان انا اقدر اعمل فيديو فروم سكراتش، ان انا اكتب له محتوى معين نصي وهو يبدا يعمل لي عليه لقطه فيديو. فانا لو اخترت كده الاداه اللي هي ماجيك تول احنا كنا عملنا في الصور، كمان في الفيديوز. في الفيديو هنا اقدر اكتب وصف للي انا عايز يعمل لي فيديو عليه، فابدا اكتب وصف اللي انا عايزه. طبعا النسخه المجانيه بتديني 5 محاولات للحساب، اقدر اكتب المحتوى اللي انا عايزه يوصف لي الفيديو وابدا اقول له جنريت وبيبدا يشتغل عليه. طبعا الموقع ده بيعتمد على موقع خاص بانتاج الفيديوهات والصور واللي هو اسمه رانوي. احنا كنا عملنا فيديو بالشكل ده اهو، نفس برضو الشخص اللي هو الطالب بجامعه القاهره وقدامه لابتوب وفي حركه الاشخاص وعربيات حواليه وهكذا. يبقى انا عملت الفيديو ده وحطيته، ممكن استخدمه بالشكل ده. ادي الفيديو اللي احنا كنا عملناه، طلبناه منه ان هو ينتجه فهو انتجه لنا بهذا الشكل. ان احنا نستخدم الكانفا في حاجتين: الحاجه الاولى في ان احنا نعمل فيديو فروم سكراتش، ان احنا نكتب له وصف الفيديو معين وهو يبدا ينتجه. الحاجه الثانيه ان احنا نقدر نستعين
المكتبة الموجودة اللي فيها الفيديوهات كتير جدا، ملايين الفيديوهات، اقدر اعمل لها سيرش. طبعا لو عملت عرض كل كده، دي كلها فيديوهات، اقدر اكتب سيرش كده مثلا طالب جامعي او كمبيوتر او طلاب كده، خلينا نشوف. فبدأ يجيب لي طلاب زي ما شفنا، اللي عليه البرو ده مدفوع، لكن اللي معلهوش علامة البرو ده مجاني اقدر استخدمه. فانا لو ضغطت كده على سين جديد وضغطت على لقطة الفيديو دي، فبدأ يديني لقطة فيديو موجودة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، اقدر استخدمها. فانا اقدر استخدم الامكانيات اللي موجودة في الكانفا ان انا اعمل مشروع فيديو كامل باستخدام العناصر اللي موجودة عندي هنا، سواء بقى الاسهم او الاطار او مربع او خطوط او مستطيلات. كل هذه العناصر كل ما اضغط على اي حاجة منها يبدأ يوريني امثلة، اقدر اشوف اعمل استعراض واعمل بحث واختار اللي يناسبني. كذلك اقدر اضيف نصوص، واقدر اضيف يعني صور محملة او فيديوهات او اصوات ملفات صوتية، اقدر ارسم. كل هذه الامور اقدر استخدمها على المشروع بتاعي، وبعد ما بنتهي منه ببدأ استعرضه كده بالمنظر ده. بعد ما بنتهي من استعراض المشروع بتاعي واقدر اعمل له مشاركة او تنزيل بالشكل ده، انزله عندي كملف فيديو على الجهاز بتاعي. تعداد من صلى وصام.